السلام عليكم المشاهدين، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه، الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفاضل بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. كما كتعرفوا هذا الشهر ديال رمضان كيكون شويه ديال التوجات، شويه ديال التحضيرات، كنوجدوا سلو وكنوجدوا الشباك هي وداك الشيء. المهم دابا انا في هذا الفيديو غادي نوجد لكم غادي نوجد فيه سلو. ها انتما كتشوفوا دابا غادي نقي هذا الزنجلان، ها هو غادي نقيه ونديرو يتحمر، وغادي نقي حتى اللوز سلقته، وغادي نقي نحيد القشره ديالو ونديرو في الزيت يتقلى باش نطحن كلشي دقه وحده، يعني مابقاش كل مره نطحن شويه. صافي ها هو راني كنقي هذا الزنجلان واللوز. اللوز هاني سلقته من قبل، غادي نعطيه لفاطمة الزهراء أمنا هو اللي ينقيو عليه. هانتوما ها هو هذا الشيء، هذا غير أقل من نص ديال اللوز هاني سلقته. هذا غادي نحيدو هاد القشرة هادي، هاهي غادي نعطيها لفاطمة الزهراء اللي تحيدو لي أمنا. أمنا وفاطمة الزهراء حيدلي نقي لي هادشي ومن التالي غنزيد نقيه كامل، حيدلي القشرة. ها دير القشرة، نعطيك كيفاش دير القشرة، شد هدر قشور هنا ومنين تسالي هاد اجي هنا، اجي هنا، شوف هنا اجي. ومنين تسالي هاد، منين تسالي هاد هذا نزيد في الشيء الاخر. يلاه نقي، وانا غنقي الزنجلان نبقى ليها شويه ونديرو في الفران يتحمر باش يجي هو اللوز قد قد. المهم انا درت هنا في هذا السلو هذا درت فيه كيلو ديال الزنجلان وكيلو ديال اللوز وكيلو ديال الطحين حتى هو. المهم دابا نوريكم كاع داكشي اللي عندي وداكشي اللي موجبه باش فاش نجي نخلط. هذا الزنجلان خفيت كيلو، غسلته ونقيته مزيان، بقى لي غير شويه صافي غنديرو يتحمر في الفران. غنديرو في هذا السوان هذا يتحمر، هادي غنديرو في الفران. هادا غنديرو نقي، هو عندي هنا كيلو ديال هاد الزنجلان، كيلو ديال اللوز. ها هو غادي نديرو هنا يتحمر في الفران. ها هما امي وفاطمة الزهراء هما كينقيو لي هاد اللوز، يكملوا هاد الشيء ونزيدو داكشي اللي بقى باش حتى نساليوه مره ونديروه يتقلى. غادي نقليه في الزيت، وداك الزيت ديالو غادي نخلطو مع الزبده ونخلط بها سلو ان شاء الله. صافي انا هاني درت هنا هاد درت اللوز يتقلى، هاد الشيء اللي تقشروه لي البنات اميمه وفاطمه الزهراء انا درته هنا يتقلى في هاد المقله. انا عندي المقله صغيره، نتوما الا عندكم المقله كبيره ديروا نص كيلو ولا كيلو ولا. انا عندي هنا المقله صغيره درت غير شويه، غنبقى نقلي شويه بشويه ونحيدو. ها هو واميمه وفاطمه الزهراء راهم كينقيو لي الشيء النص الاخر اللي بقى. هكا نبقى كنحرك شويه بشويه حتى يتقلى مزيان. ندير غير شويه الزيت باش يتحمر، ولا خصني نزيد؟ مبغيتش داك الزيت اللي نقلي فيه يبقى هنا، حيت دير غير شويه باش نخلط به نخلطو مع الزبده وندير باش ما يضيعش وندير به سلو نخلط به هكا. صافي خليه دابا غادي نشوف الزنجلان واش تحمر، راني كنحركو مره مره. حرك هذاك اللوزه أمي. صافي هاني دابا حمرت هاد النص الاول ديال اللوز، نحيدو هنا يقطع هاد الشبكه من الزيت ويبرد باش نطحنو. ها
ونزيد نقلي داك الشيء اللي يبقى. وغادي انا جبت جلجلان من الفران، راه كيبرد غنبدا به الاول، هو نطحنو الاول وعلى ما يبرد اللوز. ها هو صافي، خلي الجلجلان جبت هو برد شويه باش غنطحنو. ها هو يجي هكا محمر مذهب هكا. صافي دابا راه بارد. هذه هي الطحانه اللي غادي نطحن فيها، هذه ديال العطريه عادي، هذه الطحانه ديال بسم الله. غنبدا بالجلجلان، شوف غادي نطحن، النص ونخلي النص، غادي نخلطو هكا والنص غادي نطحنو مزيان. المهم هاني دابا طحنت الجلجلان، ها هو طحنته، وطحنت غير النص، راه مازال عندي بلاش تنخلطو غير هكا. دابا غادي نطحن اللوز، ها هو من بعد ما برد غادي نبدا كنطحن في اللوز. هانتوما غادي تشوفو اللوز، غادي نطحن شويه ونخلي واحد شويه المهم انا هاني ساليت الطحين ديال اللوز حتى هو، والجلجلان ساليتو قبيلات اللوز، هاني ساليتو دابا. هانتوما اللوز ماشي كلشي مطحون كاع، يعني هكا شي مطحون شي مهرمش شي، المهم غير شويه شويه وصافي. هانتوما شي مازال هكا، شي مطحون شي مهرمش شي هكا صافي. المهم صافي انا دابا هاني ساليت هاد الطحين ديال هاد الكوان هذا ديال اللوز والجلجلان وحبة حلاوة حتى هي والنافع. دابا غادي نغطي هاد الشيء وغادي نوجد المسائل الاخرى اللي بقات في المقادير الاخرى. غادي نوجد شويه ديال العسل راه سايب في الدار، وغادي ندوب الزبده، وغادي ندوب الزبده وصافي ونخلط هاد الشيء. هاد الشيء اللي بقى لي دابا، المهم حتى نوريكم التخليطه كيفاش كتكون. المهم هاني دابا غادي نخلط من بعد ما ساليت كاع كلشي طحنتو، هاد الطحين ها هو غربلتو من بعد ما حرقتو. غادي نزيد عليه هادشي اللي طحنت اللوز والجلجلان، هانتوما ها هو الجلجلان واللوز. دابا غادي نزيد هنا جوج معالق ديال القرفه، نزيد هنا واحد غير معلقه ونص ديال النافع، هذه حبه حلاوه راني طحنت معاها الكوزه حتى هي غندير معاها جوج معالق، والمسكه الحره حتى هي درتها معاها هذه فاش طحنت، ندير جوج معالق، نزيد واقيلا واحد شويه صافي. وهذه العسل حتى هي غادي نخلط بها، والزبده هي ذوبتها، هي الزبده العسل وسكر كلاص. المهم غادي ندير العسل ويلا وندوق، إلا لقيتو مسوس غادي نزيد شويه ديال السكر كلاصي، هاني نخلطو مزيان وعاد نزيد له الشيء لاخر، داكشي اللي بقى الزبده والعسل. وهبط هاني كنخلط دابا، هانتوما شوفوه غادي نعكو مزيان. المهم هاني ساليت دابا، هاني عمرتو هنا في هذا، عمرتو في هاد الطاسات هادي، ها هو كيف جا.
معكتو مزيان وتا دخلتي داك الشيء مزيان معكتو صافي. هذه عمرت هاد الطاسه هذه وعمرت هاد عمرت هاد السطيل هذا حتى هو هانتوما شوفوا كيف جا هو صافي. يعني دابا سالت دابا غادي نخلي نخبرو ونحسى يدخل ان شاء الله رمضان. ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم بالصحة والراحة حتى نتوما سلو ديالكم الشباكية وداكشي كاع اللي صورتو بالصحة والراحة. ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم والله يدخل علينا وعليكم هاد الشهر بالصحة والسلامة وطولة العمر ومغفرة الدنيا ان شاء الله. وصافي هذا هو سلو ديالي، السلام عليكم.